تحياتي لحضرتك بعد انتهاء مباراة انبي وطلاع الجيش بالتعادل الايجابي هدف لكل فريق. معي المدير الفني لفريق طلاع الجيش اللي بنهنيه النهارده على التكتيك اللي حصل في الشوط الثاني. قدر ان هو يضع احمد سمير المخفي تماما في منتصف الملعب للضغط على الاثنين مساكين ونزل بباولو في الى منتصف الملعب. هل ده التكتيك ده اتطرح عليه بعد طرد عمرو جمال او هو كان في دماغه الشوط الثاني يلعب بهذا التشكيل بعد ما كان متاخر بهدف؟ Nós tínhamos o pensamento de utilizar alguns jogadores que estavam há algum tempo voltando de contusão, como o caso do Samir. نستخدم بعض اللعيبه اللي كانوا لسه جايين من فتره الريكفري او فتره التحسين بعد الاصابه. Lógico que a saída do Gamal não estava programada porque é um jogador que precisava ganhar ritmo dentro do jogo. طبعا ما كناش عاملين حسابنا ان عمرو جمال هيخرج من الماتش بس لازم كل اللعيبه تدخل وتاخد ريتم الماتش. Nós temos elenco que tem bons jogadores em várias posições e essa é uma delas. Então, só recompôs o setor que nós havíamos perdido. عندنا فرقه فيها لعيبه كويسين جدا في كل البوزيشنز في كل الاماكن فلازم يبقى دايما بنبدل ما بين اللعيبه في كل الاماكن علشان نستغل خبراتهم في كل الاماكن. A equipe tem tido alguns problemas de contusão. Logo no começo da competição, fizemos vários amistosos e não tivemos problema de contusão. Já na reta final da preparação, aconteceram as contusões. فعلا احنا الماتش اللي فات كان عندنا بعض المشاكل او بعض الصعوبات ان احنا نخلص الكوره على الجون. عملنا كذا ماتش ودي قبل ما نبدا في فتره الاعداد. ما كانش عندنا اي مشكله في الحكايه ديت، بس ان شاء الله هنحسن منها وان شاء الله هنبقى بنتطور. Isso atrapalha no aspecto tático da equipe, com certeza. Então a gente tem que estar sempre fazendo modificações e precisa de um tempo de ajuste. وطبعا ده بيقلل في الفرص بتاعه التعديل التكنيك في الماتش فاحنا دايما بنعمل تعديلات علشان نحط كل اللعيبه في كل الاماكن المظبوطه علشان يدوا كل الان النهارده من عدم التركيز بعض اللاعبين في اوقات حرجه في المباراه وسينو تاب بريكوباد بوركي تيفي تيفي ور جوغادورز كي نون تاب بريستاندو اتنسيون نو جوغو Sim, isso acontece. Hoje estávamos jogando contra uma equipe pressionada pelo resultado negativo que teve no primeiro jogo. Era normal que pressionasse mais jogando em casa. طبعا طبعا ده طبعا كان موجود لان احنا كنا بنلاعب فرقه الفرقه ديت خارجه من خساره 4-0 وبيلعبوا على ارضهم فطبعا كان في القلق ده. Falta de atenção foi ter permitido que o número 18 saísse da lateral do campo e trouxesse para dentro da nossa área para finalizar. بس اللي حصل وخلى اللعيبه يبقى عندها مشاكل ان او مش اللعيبه يبقى عندها مشاكل اللي حصل وخلى ان يبقى في شويه خلل ان رقم 18 احنا كنا عاملين حسابنا ان هو يلعب في مكان معين وخرج يلعب في مكان تاني فاللعيبه ما بقوش مركزين والخطه ما كانتش ماشيه زي ما هي. راضي عن اداء لاعبي؟ اوسيون ستا فيليز كون اوكي اوكي كيريس فيزيرا هوجي. Feliz não que eu queria os três pontos, mas diante da circunstância de ter um jogador a menos, jogando fora de casa, satisfeito por ter somado pela luta do jogador. بس الحمد لله ان اللعيبه قدروا يعفروا ويقدروا يعملوا اللي عليهم في الماتش. شكرا جدا. Muito obrigado, senhor.